اهلا بيكم يا حبايب ميدلرن في كل مكان، معاك الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه احب اقدم لكم النهارده واحد من الكتب اللي انا كنت عاملها الاستريتد ميديكال سيريس، وكان فيها كذا كتاب، كل كتب فروع البطنه موجوده زي ما شفنا، والاستريتد ديفرنشال دايجنوزس وميديكال اطلس. وهنا النهارده احب اقدم لكم الكلينيكال دايجنوزس. الكتاب ده ماشي مع الفيديوهات اللي موجودة عندنا على التشانل أو في الويب سايت medlearn.us، الماشي بطريقة لطيفة جدا، اللي هي سواء السيمتومز أو الساينس، العين بيجي لك بيشتكي من حاجة معينة أو بيجي لحضرتك بيشتكي من شيء معين، في خلال دقائق إيه هي الأسئلة الرئيسية اللي وجهها له، يعني حالة هيدك، حالة أبدونال بين، شيست بين، إيه هي الأسئلة بسرعة، والواحد يبص على إيه بسرعة شديدة جدا ويقدر ايه يوصل لبريليمينري دياجنوز. يعني انا حاله اكيوت ابدومينال بين مثلا، اول حاجه اشوف لوكيتد فين، بعد كده اشوف ده كولوكي ولا كونستانت، رادييتنج فين، والسيجنيفيكانس بتاع ده. فهنا اهوت الكلينيكال دياجنوزس ده بيناقش الحالات او الكيسز اللي البني ادم او الدكتور فينا بيقابلها في الجنرال براكتس او في الكلينيك بتاعته وسريعا، او في المستشفى وسريعا جدا، من خلال اسئله لطيفه يقدر البني ادم يوصل ايه للبريليمينري دياجنوز من خلال مجموعه اسئله معينه مع كل سيمتوم ايه العيان جاي بيها. فهذا التوبيك الحقيقه الكلينيكال دياجنوزس من الحاجات اللي انا سعدت جدا بعملها، والاستريتد وبسيط واسئله سريعه، وموجود على الكترونيك بوك، هحط لكم اللينك بتاعته تحت في البوكس برضو بحيث تقدروا تدخلوا عليها، او اللي هيدخل على medlearn.us عشان يتفرج على اليوتيوب من هناك بتبقى اسهل، يقدر ايه يدخل ايه يقتني او يداونلود ايه الكتاب من مكان اللي هو الايه الاي بوكس الموجود عندنا في medlearn.us. فاللينك هتبقى موجوده، اللي عاوز يقتني الكتاب اهلا بيه او اهلا بيها. ومره اخرى يسعدني دائما نقدم لكم حاجات ايه جديده في ميدلرن، وهنكمل فيديوهاتنا عادي، ما فيش اي قلق، الامور ماشيه طبيعي. بس دي مجموعه كتب الكترونيك بوكس ايه حبيت ايه اكيب يو اوير اوف ذم، يعني ايه في الفتره الحاليه. والى اللقاء ان شاء الله مع فيديوهاتنا التقليديه قريبا، فينيس فيري سون. شكرا جزيلا، باي باي.